الشخص اللي في الفيديو ده كان معتقد ان دي قطعة قماش او غبار، لكن اتفاجئ انها بتمشي وبتتحرك. فايه بقى دي؟ دي بقى اسمها حشرة ماسك هانتر او الحشرة المقنعة او الصياد المقنع، وسموها بالاسم ده لانها لما بتكون حشرة صغيرة في طور اليرقة بتفرز مادة لزجة من جسمها، فبيلتصق فيها الغبار والاتربة والاوساخ، وده للتخفي وصيد الحشرات. وهي من الحشرات اللي بتلدغ لدغات قوية جدا بتشبه لدغة النحل، واللي بتسبب تورم وألم شديد جدا، لكن في المجمل هي ما بتأذيش البشر ولا بتتغذى على الدم. وكان في معلومة شائعة عنهم ان هم بيحملوا مرض تشاجس، لكن دي معلومة خاطئة عنهم، واللي بينقل المرض ده هو البق مصاص الدماء او بق التقبيل، وسموه بالاسم ده بسبب طريقتهم في التغذية ومص الدم حوالين فم الانسان، فسموها حشرة التقبيل. وطريقتها في التمويه دي بتعتبر واحدة من أعجب طرق التمويه في عالم الحشرات.